التانية يا جماعة بتبقى تجربة أرشميدس برنسبل. الأدوات اللي معايا ده تريبل إمبالانس ميزان، الغرض منه إن إحنا نوزن بالكتل بتاعتنا، مرة هنوزنها في الهواء ومرة هنوزنها وهي في المية. عندي مجموعة من الأثقال، الثقل الواحد اللي هو المتعلق ده حجمه 8 سنتيمتر مكعب، حجمه الواحد 8 سنتيمتر مكعب. لو أنا حطيت ثقلين مع بعض يصبح الحجم 8 و8 يبقوا 16، لو كمان حطيت 3 أثقال مع بعض يبقى الحجم كده 24 سنتيمتر مكعب، ولو حطيت كمان ثقل هحاول أحطه فوق عشان بعد كده ما يسندش على القاع، يبقى كده عندي الحجم الكلي 32 سنتيمتر مكعب، كل واحدة ب 8 سنتيمتر مكعب. طيب نرجع للأول، زي ما قلنا الغرض إن إحنا عايزين نحسب قوة الدفع، عايزين نوزن الكتلة بتاعتنا في الهواء وبعد كده نوزنها في المية. فبنعمل إيه؟ أول حاجة بنيجي معلقين كتلة واحدة اللي هي 8 سنتيمتر مكعب وعايزين ندور على الوزن بتاعها. لو أنا لاحظت، لو بصينا هنا على المؤشر بتاعي ده، لو أنا رفعت الكتلة كده بإيديا هلاقي إن المؤشر بتاعي بيشاور على الزيرو، تمام؟ وهو ده المطلوب كل مرة. لو أنا علقت الكتلة، لو سبت الكتلة تنزل كده هلاقي إن المؤشر طلع لفوق. أنا عاوز أرجع المؤشر ده الوضع الطبيعي، فابتدي احرك الكتل. طبعا انا بفترض ان الكتله دي اقل ما يمكن، فبحرك السكيل القليل قوي ده لحد 10 جرام فمش قايس معايا، فارجعه تاني، ابتدي احرك السكيل الاكبر واحده واحده لحد ما الاقي المؤشر بتاعي نزل عندي على الصفر. لو لسه ما نزلش على الصفر، لو قرب من الصفر هي اصبح كده القرايه هنا حوالي 50 جرام، بس هو لسه ما نزلش على الصفر فانا عاوز انزله على الصفر، فبحرك السكيل الاقل شويه لحد ما الاقي ان هو نزل على الصفر. لو فوق الصفر احرك ناحيه الزياده، لو تحت الصفر احرك ناحيه النقصان بالشكل ده. لو لفينا الناحيه الثانيه بالظبط كده المؤشر بتاعي تقريبا على الزيرو اهو. طيب نعمل ايه بقى؟ لو بسيط هلاقي ان القرايه هنا على 50 والقرايه هنا على السكيل الصغير 1/10، يبقى المفروض نجمع 50 زائد 1/10 يبقى يصبح كده الكتله في الهواء 50 و1/10، نجمع الرقم ده على الرقم ده، تمام؟ فدي تبقى يا جماعه كده الكتله في الهواء. طبعا انتوا عارفين ان اي كتله بتبقى بالجرام عايز احولها نيوتن، فبضربها في 10^3 عشان تبقى كيلو جرام، بعد كده بضربها في عجله الجاذبيه اللي هي 10، فالمحصله في الاخر الكتله دي اللي هي 50 و1/10 هتبقى مضروبه في 10^2 عشان تبقى بنيوتن. ده الوزن في الهواء. ملاحظين طبعا هنا ان الكتله بتاعتي متعلقه فين؟ في الهواء. هنعمل الكلام ده تاني في الميه، هنجيب الكتله بتاعتنا اهي ونزلها في الميه، نراعي ان هي ما تسندش على اي جدار، واتاكد ان هي غرقانه بالكامل تحت سطح الميه. لو انت جيت بصيت من فوق كده هتلاقي ان الكتله كلها غرقانه تحت سطح الميه، مفيش جزء منها فوق الايه الميه. طبعا انتوا عارفين ان ارشميدس بيقول ان الوزن بيقل في الميه، فانا هتوقع ان الكتله بتاعتي هتبقى اقل، فانا هرجع خطوه واحده من هنا عند 40 وابتدي، اكيد هتبقى اقل من 50، فانا رجعت عند 40 و40 طبعا لو لاحظت هتلاقي المؤشر طلع فوق تاني. فهنيجي للكتلة التانية اللي هي الصغيرة، نزود لحد ما الاقيها نزلت قصاد الزيرو. هنشوف كده هي دلوقتي بالفعل قصاد الزيرو. طب القراية دلوقتي حاليا كام؟ دي 40، لو انت بصيت معايا هنا هتلاقيها عند 40، ولو جيت بصيت هنا هتلاقيها عند 2.3. يبقى لو جمعنا القراية دي على القراية دي اللي هي 2.3 × 40 تبقى 42.3، هيبقى ده الوزن فين؟ الوزن في المية، تمام؟ لاحظتوا ان هو قل، الوزن الاول كان 50.1، دلوقتي بقى 42.3. طبعا بنضربها في 10^2 عشان تبقى بالنيوتن. لو طرحنا القرايتين من بعض هيبقى الفرق ده هو مقدار قوة الدفع بتاع المية. طيب هنعمل ايه تاني؟ هنيجي راجعين تاني نكرر الخطوة بتاعتنا تاني. نيجي رافعين الكتلة بتاعتنا المية
ومش شايفينها كويس جدا. طبعا انا بعد كده هنصحكم ان احنا نشتغل شغل الهواء كله الاول، بعد كده شغل الميه. نعلق حجم تاني، الحجم ده برضو 8، يبقى 8 و8 بقوا كام؟ بقوا 16. طبعا اتوقع ان الوزن هيزيد شويه لانهم بقوا بكتلتين، الكتله الواحده ادت حوالي 50. انا رجع دي لزيرو ونبتدي نتحرك من هنا لحد ما نوصل ل 90. دلوقتي ما نزلتش، وصلت ل 100، لقيتها ان ال 100 ابتدت تنزل شويه، ابتدي احرك الكتله الاصغر. الكتله الاصغر لو حركتها، طبعا الغرض ان انا انزل المؤشر عند الايه؟ عند الزيرو. لو لقيت المؤشر تحت الزيرو ارجع، كان ارجع شويه. فيبقى كده لو انت لاحظت بصيت معايا هنا هتلاقي المؤشر بقى قصاد الزيرو بالظبط، الشرطه البيضاء بقت قصاد الزيرو. تمام؟ ايوه كده بقت ايه؟ قصاد الزيرو، الشرطه البيضاء بقت قصاد الزيرو بالظبط. طب تعالوا نقرا القرايه دي مع بعض. لو انت لاحظت هنا مكتوب كام؟ مكتوب 100، 100 جرام. طيب بص هنا كمان هتشوف مكتوب كام؟ بتشاور على كام؟ يساوي على 4/10. يبقى يصبح الوزن كام؟ 100 زائد 4/10 جرام، تبقى 104/10 جرام. يبقى ده الوزن فين؟ يبقى ده الوزن في الهواء. هنعمل نفس الكلام تاني، ننزل الكتله بتاعتنا، نمسكها كده ونرفعها وننزلها بحرص في الميه، ونتاكد طبعا ان هي كلها تحت سطح الميه ومتبقاش سانده على الجدران. واحنا توقعنا برضو ان هي هتقل، فهاجي راجع عندي 90 وابتدي احرك المؤشر ده عشان الكتله بتاعتي تبقى ايه؟ فوق ال 90. هي لسه المؤشر تحت كمان، فانا هرجعها عند 80، المؤشر فوق. نحرك بقى، كده المؤشر متهيأ لي تحت الزيرو، فلازم اقلل الكتلة شوية. نقللها بحيث المؤشر بتاعي يطلع عند الزيرو اهو كده. لو لاحظت بصيت هتلاقي المؤشر على الزيرو بالظبط. نقرا القراية دي كمان مع بعض، دي 80 ودي 4.2، يبقى 84.2، يبقى ده الوزن. طبعا الوحدة جرام، يبقى ده الوزن في المية، أقل طبعا من الوزن في السحيق. طيب هنقعد نكرر الموضوع ده يا جماعة، كل مرة نعلق كتلة في الهواء بالشكل ده ونجيب الوزن في الهواء، وبعد كده ننزله هنا تاني في المية ونجيب الوزن في المية. هاخد معاكم آخر قراية لآخر كتلة اللي هم يعتبروا 8 و8 و8 و8، 4 × 8 ب 32 سنتيمتر مكعب. هنيجي منزلين دي في المية بالشكل ده، نتأكد ان هي طبعا مش متعلقة او سند، مش سند على الجدران او سند على القاع، تكون متعلقة تعليق حر. تمام؟ انا متوقع ان الوزن الواحدة حوالي 50، فانا متوقع ان هم كلهم يطلعوا حوالي 200. طبعا يا ريت احنا في الاول هنوزن في الهواء، نعلق في النزل دي كده ونشوف الوزن في الهواء كام، نرجع كله زيرو. والسكيل ده اخره 100، فانا خلاص خرجت بره السكيل ال 100 المفروض عندي. اكتر حاجه اللي هم الاربعه دول هيدوني حوالي 200، فانا هحرك لحد ما اوصل بالمؤشر بتاعي لل 200. لو انتوا لاحظتوا انا ظابط على 200 ولسه المؤشر فوق، فهبتدي ازود الكتله الصغيره، هي اكيد 200 وشويه. تمام اهو المؤشر بقى قصاد الزيرو بالظبط، عند 1 جرام هنا و 200 جرام هنا، تبقى دي 201 جرام. 201 جرام ده الوزن فين؟ الوزن في الهواء للاربع اثقال اللي موجودين عندي، اللي مكافئين لاخر حجم عندي اللي هو 32 سنتيمتر مكعب. طب تعالوا كده ننزلها في الميه، طبعا متوقع ان هي هتقل، فنبتدي نرجع بال 100، نرجع كل الزيرو ونرجع هنا عند ال 100. تمام؟ هنلاقي ان المؤشر فوق، طب هي اكيد 100 وشويه. تعالوا نحرك الثقب الاكبر الاقل شويه اللي هو عند كده 30 جرام، لو جبت عند 40 جرام هلاقيها نزلت تحت. تمام؟ لا، يبقى هنرجع عند 30 جرام ونبتدي نحرك الثقب الاقل
لحد ما المؤشر يرجع لإيه؟ يرجع لزيرو. هنا هو حصل عندي حالة في آخر ثقل أو آخر حجم عندي، إن لما أنا وصلت لزيرو اضطريت أحرك التلاتة سكيل. طب هنعمل إيه؟ هنجمع كل سكيل. السكيل ده عند 100، نرجع تاني كده معلش، السكيل ده هيبقى عند 0، السكيل ده عند 100، والسكيل ده عند 70. يبقى كده الوزن يبقى 170 بعد ما كان 200 وشويه، بقى 170. طبعا نلاحظ ان دايما الوزن في الميه دايما يقل عن الوزن في الهواء. كل مره بعد ما ناخد الوزن في الهواء والوزن في الميه، نطرح الوزنتين من بعض ونضربهم في 10 سالب 2 يديني قوه الدفع. ودي يا جماعه تبقى تجربه بتاع ارشميدس. الفكره الاساسيه بتاع تجربه ارشميدس ان يعني احنا بنغير الحجم، وكل مره نوزن في الهواء وهو متعلقه في الهواء، ونوزن في الميه وهي متعلقه في الميه. ودي التجربه اللي هي بتاع تجربه ارشميدس، تجربه رقم 2 بالنسبه لنا. ونبص لتجربه ثانيه.